طيب يلا محمد الشناوي. طبعا دي اول كوره في المباراه، مش الشناوي الامانه المهاره بتاعته وحشه جدا فيها، دي ممكن تبقى هدف هتبان طبعا في اللقطه الثالثه، مش في دي، في اللي بعديها بقى كمان الكوره عامل بند قدامه، انما التعامل مع المهاره بشكل وحش قوي. هنا بقى امشي امشي، الكوره بتعمل بند، الشناوي ايديه الاثنين لازقين في جنابه، بص بص فين مستنيها، لازم هنا بص بص يا كابتن بص بص مستني، بص ايديه فين، لازم ايديه تروح لقدام وايديه تقفل، والكره داخله، والكره هي داخله في صدره كده، يقوم قافل بيها عشان الكره ما تردش. هي الكره ردت ليه من ايديه يا كابتن كريم؟ ردت ليه من صدره؟ لانه ما لحقش يقفل بايديه على ايه؟ على صدره. صح. ما ايه اللي هيخلي الكره ما تردش تاني؟ ان ايديه تعمل ايه؟ تقفل. صح. ايديه ما قفلتش، ايديه هنا كده. وبعدين عمل قلنا يا جماعه الوصف بتاع الكابتن طارق بيوصف اهو. انا عايز بس ايه، عشان بس الناس تبقى واخده بالها. هو الشناوي يستنى الكوره، ايديه كوعه ده وكوعه ده واقفين هنا كده زي ما انا عامل كده، وبيستلم بكفين ايده. الكره جت هنا كده وردت. طب ايه اللي هيمنع ان الكره ما تردش تاني؟ ان انا ايديا تروح لقدام وتمشي على ايديا، وايديا تقفل قبل ما الكره تيجي في صدري وترد، يكون ايديا عملت ايه؟ تكتمها قبل ما ترد. منين؟ من صدري. مفهوم. اللي انا بقوله ده ما حصلش. بص امشي بقى واحده واحده اهي، خبطت في صدره وطلع بكفين ايده، والايديه الاثنين دول لازقين فين؟ في جنابه هنا. ده خطا، لازم ايديه الاثنين تبقى اهي حره، ايديه تروح لقدام عشان تمشي على ايديه ويقفل. لو قفل هنا كده وهو لازم يبقى فوق شويه، ما كانتش وقعت بالشكل ده، دي جول. لان هنا لولا متابعه ده محمد عبد المنعم تقريبا، لولا متابعه محمد عبد المنعم كان ممكن تبقى هدف. طيب نجيب اللي بعدها. دي الخطا الوحيد لمحمد الشناوي في المباراه.